بيقبضوا بالدولار وعربياتهم مرسيدس، بينافسوا الأجانب في الجمال وتربعوا بثرواتهم اللي عملوها من المكياج على عرش مصر وبقى أشهر بالنار على العالم. فلوسهم في البنوك بالملايين، وبدل البيوتي سنتر 3 و4 في مصر ودول الخليج، بيعملوا الميك اب بأكتر من 50,000 جنيه وبيلعبوا بالفلوس لعب، ومفيش فنانة بتفلت منهم. أسرار أغنى وأجمل 3 ميك اب أرتست في مصر، يا ترى مين هما أجمل 3 ميك اب أرتست؟ السر حب الفنانات ليهم، يا ترى عملوا ثروة كام من الميك اب؟ من فيهم اللي سابت الطب علشان تبقى ميك اب أرتست؟ إيه هي أسرار حياتهم؟ كل ده هتعرفوه بالتفاصيل في الفيديو اللي معايا، بس تابعوني للنهاية. 3 ميك اب ارتست اتربعوا على عرش مصر بثرواتهم، وده بسبب شغلهم مع فنانات بنات كبار الدول سواء من مصر او الخليج العربي، بيتمنوا يعملوا المكياج عندهم. يعني عندكم الميك اب ارتست دينا هشام، ودي بقى حكايتها حكايه ولا في الخيال. اصلا كانت دكتوره ودرست الطب في امريكا، بس قررت في يوم وليله انها تسيب الطب وتدخل مجال المكياج، ده لانها مؤمنه ان شغلانه الميك اب ارتست دي بتسعد الناس كلها. الحقيقه ان دينا هشام عشقت المكياج من صغرها، وكانت بتقعد بالساعات تتفرج على مامتها وهي بتعمل المكياج قدام المرايه. ولما كبرت واخدت كورسات في المكياج احترفت المهنه وسابت شغلانتها دكتورة وبقت ميك اب ارتست قد الدنيا. والصراحه دينا هشام عليها رسمه عين ملهاش زي، وده اللي خلى فنانات كتير يعملوا عندها مكياجهم زي الفنانه غادة عبد الرازق وهنا شيحه. وطبعا دي بتاخد في المكياج مش اقل من 20,000 جنيه، بس في نفس الوقت بتساعد اي عروسه وبتعملها المكياج ببلاش او بفلوس قليله، وعملت ثروه كبيره من شغلها وبقى عندها احدث عربيه سعرها بالملايين غير الفلوس اللي في البنك. دينا هشام بتسافر كل يومين دوله، شكل من الاخر بتلعب بالفلوس لعب، ولما حدش يعرفه ان الميك اب ارتست دينا هشام تبقى بنت الدكتوره هبه، ودينا حريفة تنس واخدة بطولات كتيرة فيه. رغم شهرتها الكبيرة لأن هي ما خلعتش حجابها ولا حتى جربت تعمل عمليات تجميل، بالعكس لسه محافظة على جمالها الطبيعي. أما بقى التانية فهي الميك اب ارتست آية عبد الحميد، ودي قدرت خلال فترة قصيرة جدا تبقى من أشهر الميك اب ارتست في مصر بسبب شطارتها في المكياج، والكل بيقول دي عليها رسمة حاجب مفيش واحدة تقدر تعمل زيها. ودي بقى في إيديها سر جمال الفنانة ياسمين عبد العزيز والدنيا سمير غانم وكمان ياسمين صبري ومنى زكي. آية عبد الحميد وصلت إنها عملت مكياج للنجمة العالمية كاران وزان، ده غير بقى العرايس اللي بتعمل لهم، ودول مش اي عرايس، لا دول ولاد كبار البلد، يعني تقريبا بتاخد من اي واحدة مش اقل من 30,000 جنيه. وغير كل ده بتدي كورسات في المكياج وكمان بتعمل اعلانات لمنتجات تجميلية. تخيلوا بقى ثروتها تعمل كام دلوقتي، اكيد ملايين، ده غير الشنط الغالية والعربيات الفخمة. اي بقى سحر الكل بجمالها الاجنبي واختياراتها في اللبس واحتشامها بيميزها، ما بتحبش تظهر حاجة من حياتها الشخصية للناس، وكل اللي بتظهره هو شغلها وبس. نيجي بقى التالتة ودي حوت الشغلانة أو بابا المجال زي ما بيقولوا، وهي الميك اب ارتست دينا راغب. أعتقد إنها غنية عن التعريف برضو، دي عندها بدل بيوتي سنتر 4 في مصر ودول الخليج وعربيات مرسيدس وشنط سعرها بالملايين، وبتعمل الميك اب بأكتر من 50,000 جنيه. دينا راغب دي تبقى أنتيمة مي عمر واللي ما تقدرش تستغنى عنها، وبتعمل المكياج بتاعها في أي مناسبة، وحتى الفنانات كلهم بيتعاملوا معاها في افراحهم، واخرهم الفنانه ريم سامي. تفتكروا مين على الساحه يقدروا ينافسوهم؟ وهل لو كنت عروسه هتفكري تعملي مكياج فرحك ليله العمر عندها ولا ايه؟ شاركوني برايكم في التعليقات.